في البطيخ يجي يقول لي عيالها. تمام. ايه العلامه اللي تخلي البطيخه او اعرف ان البطيخه هتبقى حمراء؟ معلش بقطع كلامك يا بني ادم، اقول لك العنق بتاعها اخضر. يعني اللي عنده من ده كذاب، اللي عنده من ده كذاب. اسرع عن نفسك يا باشا، انا وشوف اللي هاكله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا معلم. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله يا ريس. اخبار البطيخي معاك؟ يا 100 100 يا باشا، اللي انت عايزه على المكسب. بكام طيب؟ انا واحده فيهم كبيره وصغيره. هو طب قول الاسعار كده كلها للناس. زي ما انت عايز، انت عايز بطيخه تاكلها يعني بما يرضي ربنا. اه تعال احلى بطيخه اكثر. طب بس تقول لي بس الاسعار عشان نعرف هنشتري ايه. بطيخه زي دي بسم الله ما شاء الله معاك، بطيخه بلطيم. طب ايه الفرق بين بطيخ بلطيم وبطيخ اسوان؟ لا بطيخ بلطيم دلوقتي حاجه ثانيه، وبطيخ اسوان كان في اول الموسم. طب استنى بس ما تكسرش اما نشوف الاول. حاضر يا باشا تحت امرك، انا واثق من البطيخه بتاعتي. تمام. طب قول لي كده الاسعار، بقيه الاسعار عشان الناس بس تعرف. اول 30 35 يعني دي ب 30؟ اه بطيخه بسم الله ما شاء الله بقى احسن من 6 كيلو اهي، من انا وشوف اللي هاكله. تمام. واللي بعده؟ اللي بعده 40 بطيخه برضه اوفر من دي بشويه، مش بطيخه الله. طب انت لو كسرتها وطلعت قرعه مش بتاعتك، انت تاخدها تعمل لها ايه؟ انت تاخد حاجه ترميها في الزباله؟ لا طبعا. انت عاوز حاجه شقيانه عليها ترميها ايه؟ لا هرميها في الزباله. ما تنفعش ترميها في الزباله، ترميها طبعا. لعيالك ياكلوها. طب دي بكام؟ دي ب 55، بطيخه اوفر منها بشويه. طب اكبر حجم عندك؟ اكبر عندي. عمك تشيلني في البطيخ مش عايز تشتري ولا ايه؟ هنشتري يا عم ان شاء الله. انا تحت امرك اهو. تعالى بس. انا معاك يا باشا. عشان بس الناس تبقى عارفه. ده الزيرو يا عاد، ده الزيرو. الزيرو؟ اللي عارف بقيمته. يعني ايه الزيرو؟ يعني بطيخه بسم الله ما شاء الله هي اللي في الشجره كلها. تمام. طعم ولونه حلاوه. تمام. حاجة بسم الله ما شاء الله بطيخي. طب ايه في البطيخ يجي يقول لي. طب يا باشا الناس لو عايزه تشتري بطيخه تبقى مرمله مسكره، يعني مرمله مسكره وحمره، ما ترميهاش في صندوق الزباله. دي حاجه بتاعتنا احنا عادي. اه طب تعمل ايه طيب؟ طب اعمل ايه يعني العلامه ايه؟ احنا عادي في شغلانتنا دي، كل واحد ادرى في شغلانتي، كل واحد معلم في شغلانته زي ما بيقولوا. طب يعني الناس تاخد النعمه مثلا؟ لا مالهاش دعوه بالنعمه، ممكن تبقى نعمه وتبقى قرعه، ممكن تبقى مضلعه وتبقى ايه. طب قول معلومه للناس عشان ربنا يكرمك كده. البطيخ بسم الله ما شاء الله، معلومه زي ايه؟ زي البطيخه دي كده. تمام. البطيخه بسم الله ما شاء الله. في ناس بتقول ان العنق بتاعها ده، ورينا العنق كده. العنق ده يبقى ناشف. لا ماليش دعوه الناشف ده، الناشف ده يبقى مرفول. طب لما بتطبل عليها كده بتطبل عليها ليه؟ بتطبل عليها ليه؟ عشان خاطر ما نعرف اللي هي بطيخه بسم الله ما شاء الله فيها حاجه. يعني لو رنت كده، لو رنت الصوت يبقى حلو، يعني الصوت بتاعها يبقى حلو. انت بتاخد بطيخه بسم الله ما شاء الله على الشقه اكثر. لا يا باشا ثواني ثواني. هتكسر لنا دلوقتي، بس عايزين نعرف الناس اهم حاجه ازاي يشتري بطيخه حلوه، ازاي يشتري بطيخه وما يرميش في صندوق الزباله. ما هو البطيخه بتاع اللي يرمي في صندوق الزباله ده ما يحطوش على الفرشه، البطيخه كلها واحد، البطيخه مستويه. اه البطيخه كلها جيزه. جيزه؟ جيزه وسكاتي. يعني الجيزة. ايه؟ الجيزه اهي. عندك الجيزه يا جماعه، ده مش عارف الجيزه. يعني ايه جيزه برضه؟ الجيزه اهي، لاي حد بيع بطيخ دي بطيخه جيزه. يعني الجيزة للناس برضه. السكاتة يا ريس. السكاتة؟ السكاتة اتنين هي اسمها كده يعني. القرع العسلي. القرع العسلي. القرع العسلي قلت لها هيتعمل بايه؟ هو القرع العسلي ده ايه؟ القرع العسلي ده من اجمل الحلويات تاكلها في حياتك. اه بيتعمل بايه؟ ده بيتعمل مربى، وفي ناس بتعمله ام علي. اه وفي ناس بتعمله حلويات تانية. كذا حلويات تانية. يعني هو ما بيتاكلش كده لوحده؟ لا ما بيتاكلش كده، في ناس بتيجي تسالني على شرط اللي هو شمام. اه وهو ده مش شمام. اه ده حبايه الله الوكيل بسم الله ما شاء الله تاكلها عسل. يعني ده بينطبخ؟ ده بيتطبخ، بيتقشر ويتظبط وينطبخ. ده بيتقشر زي البطاطس كده وبيتخرط حته حته صغيره وينطبخ وتعمل حلويات. تمام. الله ينور يا معلم بدر. تحت امرك يا ريس. بقول لك يا معلم بدر. اتفضل يا باشا. انا لو بشتري بطيخه، انا راجل مثلا عايز اروح ببطيخه لعيالي، او ست بيت عايزه تروح ببطيخه لعيالها. تمام. ايه العلامه اللي تخلي البطيخه او اعرف ان البطيخه هتبقى حمراء؟ يعني تبقى كويسه ومفروله ومرمله وحمراء وطعمها مسكر. معلش بقطع كلامك يا بني ادم، اقول لك العنق بتاعها اخضر. يعني العنق بتاعها يبقى ايه؟ العنق بتاعها اقول لك اخضر. اه الاخضر ده يبقى مثلا مقطوع من امبارح من النهارده من الارض. تمام. وتبقى بطيخه مستويه. تمام. وفي بني ادم يعرفها من شكلها، يقول لك ده بطيخه بسم الله ما شاء الله كبيره وحلوه ايوه وتلمع يعني وتطلع قرعه. اه البطيخه لما تعرف تاخدها واحد ست بيت او واحد يجي ياخد بطيخه حلوه زي كده. ايوه تمام. ينقل البطيخه المضلعه المتنعمه. مضلعه ازاي بقى؟ زي يعني هي زي دي كده مثلا. اه بطيخه ناعمه اهي مضلعه، الشقه منه بفلوس.
تمام مضلعه يعني فيها خطوط كده. في ست بيت مثلا تيجي عاوز على كده كده ما فهمش في البطيخ وتقول لك انا عاوز بطيخه لعيالي تكون مرمله وحلوه، انت بتكسرها لها انت بقى؟ لا ما تمكن طعمها يبقى وحش. هتاخد بطيخه بسم الله ما شاء الله. طب المسكره تبقى اعرفها ازاي المسكره؟ دي شغلتنا احنا بقى. اعرف المسكره من التضليعه دي برضه؟ التضليعه تسكرها زي دي مثلا، تعالى كده اللي هي الخضراء قوي. بطيخه بسم الله ما شاء الله بتاع بلطيمه اهو. بطيخه اللي ما دخلش الغربيه ياكل البطيخ من هنا. طعمه لونه حلاوه. طب والتخبيط اللي انت بتخبطه ده خبط كده يعني ايه معناها التخبيطه دي؟ التخبيط ده يوريك ان البطيخه مليانه ولا قلبها فاضي. مليانه ولا قلبها فاضي؟ لو يعني لو لو ممكن تيجي تخبط خبطه زي دي ما تعرفهاش، تبقى البطيخه سايحه من جوه. يعني لو الخبطه مكتومه تبقى وحشه. تبقى وحشه. لو الخبطه بترن وبتطبل كده. لو الخبطه بترن وبتطبل تبقى البطيخه معاك بسم الله ما شاء الله طعم ولونه حلاوه. عسل يا معلم بدر، انت عسل. طب انا لو عايز بطيخه يا معلم بدر تديني بطيخه، انا عايزك تنقي لي انت بطيخه يعني على ذوقك انت. يا سلام، ده غالي والطلب رخيص اكثر. طب انت اشمعنى خدت دي يعني؟ يا عم انا عارف البطيخ بتاعي واثق كبير، لك كل بطيخه احلى من الثانيه. طب لو طلعت قرعه؟ ما تاخدهاش ارميها على الارض وقول لها واحده غيري دي فراوله سهله. واحده غيرها ازاي يعني؟ اكسر لك واوريك، هات لك البطيخه يا جماعه اهو كسرناها اهي. صلي اللي على النبي صلي. عليه الصلاه والسلام. اللي عنده من ده كذاب. اللي عنده من ده كذاب. بسري عن نفسك يا باشا، انا والشيف اللي هاكلها. هاي البطيخه اهي. لا تمام يا باشا الله ينور. ما شاء الله. الف هنا اللي هياكلها يا باشا. الف هنا يا باشا. لا يا بابا سكتك دي. انت راجل بتصور. لا ما بصور بس بصور الناس تعرف تاكل بطيخ. انا عايزك تصلي على النبي صلي. عليه الصلاه والسلام. بما يرضي ربي. لا حلو. ما تقولش حلو، انا عاوزك ما تدمنيش ولا تدمن البطيخ. جميل، انت عارف دي لو ساقعه بقى كمان في الثلاجه هتروح. بالله عليك. تسقع بس. ده انا هجيب لك ثلاجه بكره ما اخلص هنا خلي بالك. تسقع. هجيب لك ثلاجه من حلاوه البطيخ ولا فيها بذر ولا فيها اي حاجه. لا الله ينور يا معلم بدر، الله ينور بجد، انت كده افدت الناس بصراحه وشغلك زي الفل يا باشا الله ينور، شغل بلطيم زي الفل. بطخه 100 100. بسم الله ما شاء الله.